هتقولي لي اوافق ارفض استثناء. اوكي. ادوار البنت البريئه او الفتاه المثاليه عمرها ما تعمل نجمه. اوافق جدا. توافقي. هكون فخوره ان ياسمين ونانسي بناتي يبقوا ممثلات اغراء ناجحين. يعني ايه ممثلات اغراء؟ ممثلات اغراء يعني زي الفنانه هند رستم. مفيش حاجه اسمها ممثلات اغراء. لا ممثلة فيه تبقى فيه طبعا. ايوه بس يعني اشمعنى اغراء بالتحديد يعني؟ لا ما اتمناش ان هم يعملوا سؤال. حاجه كده لكن خلاص. اوكي راح منك كمان. لا اوكي. نجمه مصر الاولى دلوقتي هي غاده عبد الرازق. اوافق. اجوز بنتي لراجل اكبر منها ب30 سنه. لا ارفض تماما. ترفضي. بعض الرجال بيعتبروا اي ست مش محجبه حلال فيها التحرش. اوافق جدا. اوافق ان مش بعض الرجال 80% من الرجال. التحرش سببه الكبت وزياده مساحه الاغراء والعري ممكن تبقى تنفيس او علاج. في ايه بالظبط؟ في الافلام؟ الاغراء والعري عموما في الافلام هو ممكن يبقى سبب للتنفيس. لا أو لا 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 لا. مجتمعنا مجتمع مريض. بقى مريض. أتمنى تقديم فيلم بيناقش العالم السري للملحدين. لا لا ما يهمنيش يعني كل واحد حر في معتقداته. تعترض. أنا مثيرة أكثر مني جميلة. انت الاثنين مع بعض. لا يعني لا ممكن اوافق اكتر شويه. بطلت اقرا النقد المهين. لا هو انا بطلت اقرا اصلا اصلا. لاني بقالي فتره عندي شغل الحمد نقد لله. نقد بس ولا بطلتي تقرا؟ لا بطلت اقرا كتير يعني بقالي فتره مش عارفه اقعد مع نفسي اقرا زي الاول لان انا كنت بحب القرايه جدا. لن اقطع علاقتي بصديقتي لو طلعت مثلية. لا طبعا ما اقطعش علاقتي بيا حره في حياتها الشخصيه انا ماليش دخل. ما عنديش مشكله مع جواز المصلحه. لا عندي مشكله في جواز المصلحه طبعا. استثناء يعني ايه؟ يعني هتقولي لنا ليه عندك مشكله؟ لانه يعني ما ينفعش يبقى في جواز مبني على مصلحه. رانيا يوسف. الضربه القاضيه. ده سؤال هتقريه وتقولي لنا اسال على الملأ ولا تنسحبي؟ لا اسالي على الملأ لان دي غلطه فظيعه مكتوبه على مواقع الانترنت وهي غير صحيحه بالمره. يا ريت تسالي على الملأ. انه دايما بتكلمي عن جوازاتك. في جوازه المفروض ان انت بتتجاهليها وما بتتكلميش عنها. اللي هي جوازتك من رجل اعمال سعودي اسمه تركي عبد الرحمن قبل جوازك من المنتج محمد مختار. مين بقى تركي عبد الرحمن؟ انا عمري ما اتجوزت واحد سعودي اسمه تركي عبد الرحمن ولا عمري سمعت عنه. يعني دي معلومه مكتوبه على مواقع الانترنت ومعلومه غير صحيحه بالمره. اتجوزتي حد سعودي غيره؟ ما اتجوزتش حد سعودي اصلا. انا اول جواز ليكي المنتج محمد مختار. فانا مش عارفه المعلومه جت منين. زي معلومه ان انا امي سودانيه، المعلومه دي جت منين؟ انا امي مصريه. ففي حاجات مغلوطه على مواقع الانترنت والناس بتتداولها وبتكمل يعني حد كذب كذبه او قال حاجه والناس واخداها مسلم بيها. حد لازم يتاكد من المعلومه قبل ما يحطها. الكلام ده مش حقيقي خالص. لا عمري سمعت عن تركي عبد الرحمن ولا عمري اتجوزت حد سعودي وما كانش في اي جوازه قبل محمد مختار.